ازيكم يا اصحابي الحلوين عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين يلا بسرعه يا اصحابي روحوا اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهات سجدة فوني الجميله والحلوه عشان في مفاجاه يا اصحابي قبل العيد يلا بينا نبدا الفيديو يا ترى فين العالم اللي طالبه الدكتور فريد انا كده هتاخر على المحاضره يا ترى هو فين طب خليني اشوف ورا البتاعه دي كده ايه ده ده في زرار اكيد في مكان سري هنا طيب لما اجرب ادوس على الزرار كده ايه ده ما حصلش حاجه طب هشوف اشيل الكرتونه دي يمكن في وراها زرار ايه ده دورها زرار تاني طب خليني ادوس عليه ايه ده اكيد في سر اكيد في سر طيب لما تدور بقى على الزرار اللي بعدي يا ترى هنا يا ترى هنا طب لما اشيل ده كده مفيش حاجه هنا طب هنا كده ايه ده انا لقيت زرار اهو خليني ادوس عليه كده ايه ده طلع لي معمل ايه ده معمل مهجور طب اشمعنى المعمل ده اللي موجود في الجامعة وليه صحابه سابوه كده اكيد في سر طب لما جرب اجرب افتح اللي فوق دي <applause> دي ما بتتفتحش طب اجرب افتح ده كده ايه ده ما بتتفتحش ليه إيه ده انا لقيت بتاع حمرا ايه دي وهنا كمان في لون احمر فوق اكيد بتاع الحمرا دي متصله بالبتاع الحمرا اللي فوق لما احطها ايه ده ده نور لي اخضر يعني ده المكان الصح بتاعها ايه ده طالما دي نجحت يبقى انا لازم ادور على كل الالوان المتبقية زي البربل والازرق وكمان الاخضر انا هدور في كل الجامعة لحد ما الاقيهم كلهم خلينا بقى نبدأ كده بالكافيتيريا لو سمحتي ممكن ادور على حاجة في الكافيتريا؟ ايه هي يعني؟ اصل دكتور فريد طالبها، طالما دكتور فريد هو اللي طالبها اتفضلي طبعا طبعا، طب طيب شكرا خليني ادور هنا تحت السندوتشات، طب هنا طيب مفيش اي حاجة هنا هنا طب خليني ادور كده تحت العلبة دي، ايه ده؟ ده في بتاع اهي خليني اخدها. يلا بقى لما أروح أحطها يلا مع السلامة شكرا شكرا هي لقيت اللون الأزرق ولقيت اللون الأزرق خليني أحطه بقى يمكن يشتغل، إيه ده هو مشتغلش طيب أنا لازم أدور على اللونين التانيين يمكن يشتغلوا، طب خليني كده أدور في الدولاب ده يا ترى دي طب دي كده. طب هنا تحت اللوحة دي مفيش أي حاجة لما أقفل الدولاب يا ترى هنا طيب هنا تحت دي مثلا مفيش أي حاجة أنا حيرانة قوي ملك سجة ماشي حيرانة كده ليه أصل أنا بدور على حاجة لونها أخضر أو بربل يا محي تروحيلك تشتري أي حاجة من الكافيتيريا وخلاص بس بس يا محي انت مش فاهم اي حاجة سيبنا ادور بقى طب لك ايه في حفلة في المسرح بتاع المد... بتاع الكلية هتيجي ولا لا لا يا محي انا مشغولة روح انت ماشي براحتك هتفوتك احلى حفلة في العالم مع السلامة مع السلامة يا محي احسن برضو دي فرصة ليا ان انا ادور براحتي خليني ادور هنا كده طب ورا الورق دي خليني اشيلها كده ايه ده ده فيه زرار خلينا ادوس عليه ايه ده ده انا لقيت البتاع الخضرة سلام يا سلام لما ارجع بقى كل حاجة مكانها كده اقفل الزرار عشان محدش يلاحظ وارجع البوظه مكانها واروح بقى على عشان احط البتاع الخضراء يا سلام يا سلام لما احط بقى البتاع الخضراء يا رب يشتغل يا رب يوه ما اشتغلش نقص البتاع البربل يا خسارة طيب خلاص انا هدور على البتاع البربل انا مش هيأس ابدا غريبة يعني يا سجدة روحتي السكن بدري مش انتي كان عندك محاضرة اصلا انا قاعدة بدور على حاجة مش فاضية عن المحاضرة قاعدة بتدوري على ايه يعني قاعده بدور كده على حاجه لونها بربل طب ما تروحي لك تاخدي اي كتاب كده لونه بربل وخلاص وقال لك انت مش فاهمه اي حاجه طيب انا رايحه اكل حاجه عشان انا جعانه يا ترى مثلا ورا اللابتوب مفيش اي حاجه طب فوق الرفوف مفيش اي حاجه برده طب خليني افتح الشنطه كده ولا في اي حاجة يا ترى انت فين يا بربل يا ترى انت فين انا لازم اوصل للسر ومش هفقد العمل ابدا هنا ورا طيب السرير هنا اي حاجة مفيش طيب لما افتح الدواليب كده يمكن يكون فيها حاجة مفيش هنا اي حاجة ايه ده اخيرا لقيت البتاع البربل هي دلوقتي لما اروح المعمل المهجور بسرعة عشان انا كده وصلت للسر خلاص لما احط البتاع البربل هيظهر لي السر يلا بينا لما احط بقى البتاع البربل عشان اشوف ايه اللي هيحصل ايه ده البتاع دي اتفتحت لما ادوس عليها ايه ده وبعدين دي بتنزل لتحت اكيد هي اللي هتطلع للسر السر اللي انا عايزاه يلا بقى لما انزلها لتحت كده ايه ده ايه اللي بيحصل ايه اللي بيحصل ايه ده هو ايه البخار ده إيه البخار ايه ده روبوت يا سلام ده السر يا سلام يا سلام انا كان نفسي من زمان ان يكون عندي روبوت وخلاص بقى عندي روبوت لما ادوس بقى عليه كده عشان يكلمني، إيه ده؟ ده صوته مش واضح، ده لازم يتصلح، بس مش مشكلة المهم إن أنا بقى عندي روبوت، أنا فرحانة جدا، إيه إيه إيه؟ إزيك يا صديقي الروبوت، أنا هسميك هسميك جامبل، ومن هنا ورايح إنت اسمك جامبل يا جامبل. معلش انا لازم اوديك لحد يصلحك عشان اعرف اكلمك وانت تكلمني كمان بس يا ترى هو انت ليه في المعمل المهجور هنا ومين اللي عمل سرك يا ترى بس يا اصحابي استنونا في الحلقه الجايه عشان انا هعمل لكم قصه بالروبوت الجديد وكمان يا اصحابي هنعرف مين اللي عمل الروبوت ده